صورة تاريخية للحظة انطلاق شرارة بداية المياه تتدفق من السد العالي. الرئيس جمال عبد الناصر، خروشوف، المهندس عثمان أحمد عثمان. في ذاك الوقت الطالب إسماعيل عثمان، حاليا دكتور إسماعيل عثمان، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب ورئيس النادي الإسماعيلي، وقتها وقت التفجير واللحظة دي لما بتشوف الصور دي طبعا بداية لقصة كبيرة. المقاولين العرب كبرت في السد العالي، وكان أحد المشروعات العملاقة اللي كانت مسؤولية كبيرة نحو الوطن، وكان مشروع قومي، وكان يعني واخد عقل وفكر المهندس عثمان أحمد عثمان، ورتب له وجهز له وبعمل حاجات الحلوة في المشروع. ان المشروع كانت الجو حر والدنيا صحرة، وكان انا فاكر يقول لك، كان عنده كلمة يقول لك لو ربطت القرد يقطع، يعني كان عنده تصريح كده. طب انا هجيب الناس كلها ازاي؟ ابعته بالامر مهندسين يجي. فكان عنده الروح اللي هو ازاي اخليه هو اللي عايز يروح، اخلق له استراحة مريحة، اعمل له لما يروح الاستراحة دي يلاقي فيه جهاز تكييف يحترم أدميته، يلاقي الأكل نظيف والخدمة نظيفة والاستراحة كويسة، أرفع مرتبه
بحيث انه لما يروح هناك يحس انه قد تعبه وعرقه بيجي له عائد يقدر يربي ولاده تربيه كويسه او حاجه زي كده. فبدا كل اللي ما كانش عايز يروح كل اللي بيقولوا النبي ودوني هناك، لانه انت بتتعب وتجري وبعدين عارف انك هتروح تقعد على مكتبك تجمع ورقتين كده تلاقي جو حلو ومريح فتقدر تستريح. فن اداره بقى، فن اداره، لان انت بتتعامل مع مخ انسان عايز هذا المخ يديك، يبقى لازم تريحه، تريح اسرته، تريح الادوات اللي بيستخدمها، تريح المجموعات اللي بتجيبها تشتغل معاها تكون عندها عطاء وعندها حب وعندها راحه. واذا كان في اي حاجه ما حدش كله كامل كان بيسعى ان هو يريح الناس تقوم الناس تدي انتاج مش بالعكس. المقولة الشهيرة للمهندس اسماعيل عثمان، انا ليه مقولة انا غلبانة؟ لا حضرتك قلت لي المدير الناجح او الشخص يبص يقول هل انا شغلي دلوقتي زي ما كان من 5 سنين؟ اذا كان كده انا ابقى في الضياع. مظبوط، يعني لو كنت اللي بتعمله النهاردة هو اللي كنت بتعمله من 5 سنين الدنيا بتتغير. يعني يمكن لو الكلام ده من 10 سنين كان يتقال، النهاردة لو بعمله النهاردة هو اللي بعمله بسنة يبقى انا فاشل. يعني زي ما بتقول عارف لما يكتبوا على الاكل الانتهاء الصلاحية، فانا بقول كل مهندس او اقتصادي او اي واحد في عالم البيزنس اذا ما طورش اللي عنده هيضيع. ليه؟ لان سرعة انتشار التطور النهاردة بقى اقعد جنب جهاز وادوس على زر يظهر لي ايه اللي بيحصل في الكلام ده في العالم، مين الخدمات اللي بتتقدم في العالم، عملية الانترنت وعملية الاونلاين. زي بيقولك النهاردة في اصطلاح لطيف قوي انا سمعته، يعني مش انا، بيقولك فاكر شكسبير، انت راجل يعني ضليع في الانجليزي، يقول لك تو بي اور نوت تو بي، تكون او لا تكون. النهارده بقى تو اي اور نوت تو اي، ويل يو انتر ذا الكترونيك وورلد او عالم الالكترونيات ولا مش هتدخل، لو ما دخلتش هتخلص هتنتهي. لان سرعه التغير اللي حصلت في امريكا ثم اوروبا متاخرين شويه ثم احنا متاخرين اكتر مش ملاحقين. النهارده البنوك بتقول انا هعمل ايه بكره، شركات السياحه بتقول انا هعمل ايه بكره، المؤسسات كلها بقت اونلاين. انت ممكن تعمل مزاد الحلو اللي عملناه ده، ممكن تعمل مزاد اونلاين، يعني تقول البضاعه جم. يعني دي حصلت من كام شهر كده، جاء واحد عمل دخل في مزاد عشان يشتري حاجه، فالمواصفات اهي، فكذا الراجل صاحب اللي بيبيع البضاعه جاله 4 عروض من 4 حتت بالكمبيوتر، راح في ساعتها واخد قرار يبيع، بعت له البضاعه، لقى البضاعه مش حسب المواصفات اللي اتحطت بالظبط يعني، فقال لك دي مشكله. تاني يوم اتعملت شركه بيقول لك الفلوس بتاعه المزاد تروح للحته دي، البضاعه تجيلك لما انت تقول البضاعه اللي جبتها كانت مطابقه للمواصفات، يقول لها يعمل له ريليس ويبعت له الفلوس. فيلم من اشهر افلام نجيب الريحاني، اللي غناها مطرب برضو كان له شأن كبير في عالم الغناء ثم اتجه الى التمثيل الكوميدي في عدد كبير من الافلام. الغنوة دي غناها في فيلم ايه؟ مين المطرب ومين الملحن؟ اذا عرفت ان شاء الله 15 حل من الـ30 اكتب على برنامج كان زمان صوت القاهرة العباسية، وفي انتظارك عدد كبير من الجوائز. ما تترددش ان شاء الله تكون عرفت حل واحد. كان زمان صوت القاهرة العباسية. انا مش همثل مسرح تاني في حياتي. يسرى عقدة ولا ما حصلش؟ ما قلتش كلمة دي خالص خالص. انا قلت المسرح في الوقت الحالي مؤجل بالنسبة لي، لكن ما قلتش عمري ما همثل مسرح تاني. اذا ما لقيتش نفسي في اي نص او في اي عمل اتعرض عليا مش هعمله، لكن اذا حاسه اني عايزه اعمل هذا العمل او المسرحيه دي هعملها مؤكد. ايه اللي يمنعني؟ تجربتك مسرحيه واحده مش كده؟ لا اتنين. في تجربه مسرحيه كنا من اجل سداد ديون مصر، كنا كلنا متبرعين بدايه ونهايه، ودي بعتبرها تجربه. اول لحظه طلعت نسيت كل كلمه هقولها خالص. قلت له يا ابني قول لي الكلام ايه، راحت الناس ضحكه فاكراني بقى انا مش قصده، بس فعلا ما كنتش لاقيه كلمه اقول. انت عامله دور ايه؟ مش فاكره. فدي التجربه الاولى يعني. والثانيه بقى كعب علي اللي هي بتحتسب، يعني بتتحسب لي انا لوحدي يعني. اللي هي سيدتي الجميله يعني. اللي هي سيدتي الجميله. وشويكار جات اتفرجت عليكي وفرحت بيا جدا، وفؤاد المهندس جالي استاذي الحبيب وفرح بيا جدا، وشوشو قالت لي الناس بتتلكك عايزه تضحك معاكي،
الناس بتحبك لدرجة انها بتتلكك معاك عشان تضحك. قد ايه ده تعبير حلو. ده تعبير رائع كمان. لكن الناس بتحبك وانت على المسرح شيء جميل جدا. فشهادة من صاحبة الشأن زي ما بيتقال. صح. سألت أستاذنا الكبير توفيق الحكيم ليه رافض تسجيلات التلفزيون، فقال لي يا سمير أنا صوتي مش زي ألمي، فأنا مش عاوز المستمعات أو المشاهدات يعرفوا إن أنا صوتي وحش فيكرهوا قلمي أو يكرهوا كتاباتي. قلت له الله، ده أنت حريص على المرأة يا توفيق بيه، رغم إنك أنت مشهور عنك إنك عدو المرأة. قال لي ما أنا برضو عايز أقول لك سر، أنا يعني شكلي على قدي علشان أثير وأخلي الستات يبقوا يعني يتكلموا عن توفيق الحكيم، أشعت عن روحي إن أنا عدو المرأة، ولذلك أنا رافض إن أنا أعمل أحاديث ولا أظهر بشكلي، خليني كده عايش متقوقع، كل ست فاهمة إن أنا عدو المرأة فأثير فيها رغبة إنها تعرف ليه أنا كاره الستات، إنما بصراحة أنا من عشاق المرأة. ده كان كلام كاتبنا الكبير توفيق الحكيم ليا لما عرضت عليه تسجيل في برنامج النادي الدولي في التلفزيون. ومع ذلك توفيق الحكيم كان له رأي آخر في المرأة، سجله صوت وصورة لما قبل أنه يظهر كممثل في فيلم عن قصته عصفور من الشرق اللي أخرجه يوسف فرانسيس سنة 1985، وقام بالبطولة وبدور توفيق الحكيم نور الشريف. كان له رأي في المرأة بيقول فيها: فاروق جعفر يطلب الاستغناء والزمالك يطلب 50,000 جنيه. وقال ان وقتها فاروق جعفر بياخد اعلى اجر اللي هو 150 جنيه في الشهر. في الشهر. يعني الخبر ده بيفكرك بايه؟ فكرني ان الدنيا اتغيرت مثل 10 أضعاف، مش عايز اقول 10 أضعاف، 1000 ضعف عن اللي موجود دلوقتي. طب واللي بنسمعه دلوقتي على الملايين اللي بتدفع في اللعيبه والحقيقه يعني الفلوس اللي بتدفع، احنا دلوقتي كمدربين اللعيبه بتطلب مبالغ وبتتحقق اللي هو بيطلبه اذا كان الفرقه محتاجاه. انا بالمناسبه دي انا لما طلبت ال150 نادي الزمالك عمل اجتماع مجلس اداره عشان يجيبوا لك ال150 عشان يوافقوا ان انا اقبض 150 جنيه. ال150 جنيه كان بيتقسم منهم ضرائب 32 جنيه، فكنت بقبض 118 جنيه. انت اللي طلبت ال150؟ لا يعني هم عشان بقى انا يعني كنت في الفتره دي مثلا لعيب على مستوى عالي ومميز ونجم في الفرقه. وانا كان ظروفي العائليه والاسريه محتاج فلوس. وبفكر اسافر، فنادي الزمالك عشان يرضيني فاداني 150 جنيه. كنت عايز اسافر الخليج والسعوديه زي ما كان جالي فيه. كان جالي فعلا عقد كنت هاخد من 50,000 دولار 10,000 جنيه. 10,000 جنيه دلوقتي كانهم مثلا عايز اقول 300-400,000 جنيه. وكنت هتاخد 10 هم ياخدوا 40 بقى والنادي ياخد. لا ال 50 النادي كان هياخده وانا كنت هاخد 10,000 فوقيهم. وكنت هاخد في الفتره دي كان هيدوني 10,000 ريال سعودي، كان في الفتره دي اعتقد الريال السعودي كان بحاجه 40 قرش. مين اللي منع السفريه دي بقى؟ كل الناس. ما حبوكش تسافر؟ كل الناس. يعني ما فيش حد تعاطف معايا. كرهوك؟ لا مش كرهوني. الناس ما حدش تعاطف معايا ان انا امشي، ان انا اكون مستقبل، ان انا ظروفي تحتم عليا ان انا اسافر، امي واخواتي محتاجين ان انا اجيب شقه. فهموا على انك انسان مادي بتدور على الفلوس. ما حدش بقى بص لها كده. لا بص فاروق جعفر ده الفكر الموجود اللي كان زمان ان هو اتولد في النادي فيموت في النادي. غير اللي احنا شايفينه دلوقتي. يعني دلوقتي اللعيب بيبقى عنده 17 سنه بيمشي، الدنيا اتفتحت والاحتراف بقى موجود. لكن زمان نادي الزمالك مثلا كان ما فيش حاجه اسمها مثلا ممكن الخطيب يروح نادي الزمالك، مش ممكن فاروق جعفر يروح نادي الزمالك، مش ممكن حسن شحاته، الاسامي دي تروح نادي مثلا الاهلي. النهارده عادي خالص ان في حسام مشي راح نادي الزمالك. الاحتراف الدنيا اتفتحت، الفكر اتغير. فاحنا عشنا في الفتره اللي هي احتكار الانديه اللعيبه. على فكره فاروق جعفر من مواليد برج العقرب 29 اكتوبر. اقول السنه ولا بلاش؟ لا اقول بلاش عشان المعجبات. انما انا عايز اقول ايه، يا ترى عارفين مين من مشاهير نجوم الكره في مصر والعالم
من مواليد 29 أكتوبر أو 30 أكتوبر، في لعيب كابتن كبير قوي زي كابتن فاروق جعفر مولود تاني يوم 30 أكتوبر، وفي اتنين من أعظم لاعبي العالم، واحد مولود 29 أكتوبر وواحد مولود 30 أكتوبر، يعني أربعة من الكبار، اتنين من مصر واتنين من العالم، من مواليد برج العقرب في الفترة دي. كابتن فاروق جعفر، مين اللي مواليد أكتوبر 29 و30 من مشاهير الكرة في مصر والعالم؟ في العالم اسم كبير قوي قوي، ممكن أحسن لعيبة جت في تاريخ الكرة العالمية، وهو مارادونا، مواليد 29/10/60، وفي سنه في سنه يعني 30 اكتوبر من اللعيبه الكبيره قوي، الاسامي الكبيره، في بيليه طبعا يمكن الجوهره السوداء والاسم كبير قوي في عالم الكوره، وكابتن محمود الخطيب مواليد 30 اكتوبر، فدي اسامي ما شاء الله يعني تهز اربع عقارب كوره. ملك ليالي القاهره الجميله، أول فنان يمتلك أوتوموبيل، أول فنان يركب تليفون في بيته، أول مطرب لا يأخذ أجره إلا بالذهب، الفنان الملك يغني أروع ألحان رياض السنباطي الخميس القادم في مسرح الأسبكية، حيث سيجدو برائعة السنباطي التي تقول كلمتها: ليه يا بنفسك بتبهت وانت ظهر حزين، والعين تتابعك وطبعك محتشم ورزين، ليه يا بنفسك؟ ملك ليالي القاهرة الجميلة صالح عبد الحي. شخصيات وأحداث وناس ما تتنسيش، مش لأنه كان زمن الفن الجميل أو كان زمان، لا، لأن الزمن الجميل عمرنا ما هننساه، هنفضل عايشين بيه وعايشين معاه. غنوة زمان، صحبة زمان، سهرة زمان، ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان، والغرام والحب زمان، كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان، كان زمان يا زمان، ليل يا عين عين يا عين، ليل يا عين 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 يا عيني حروان، ضحكة زمان، غنوة زمان، صحبة زمان، سهرة زمان، ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان، والغرام والحب زمان، كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان، كان زمان يا زمان، ليل يا عين عين يا ليل، زمان وزمان، والغرام والحب زمان، كان زمان زمان يا زمان، ليل يا عيني عين يا ليل، ليل
عريان وكان زمان.